وندو الجيش، القبيلة، السلاح والمال، هذه المفردات التي أفصحت عن ذهنية مهندس سقوط الدولة والتي كان رئيسها في يوم ما والقائد الأعلى للقوات المسلحة في جيشها الجمهوري. التحقيق المنجز في قناة الجزيرة عن السلاح المنهوب أزاح الستار عن جزء من المعلومات وكشف الأصابع الخفية التي فتتت الدولة والجيش وعبدت الطريق للانقلاب والاجتياح وتحويل سلاح الدولة إلى عتاد للميليشيا لتشن حروبها على اليمنيين. هذا غنائم من قوات التدخل السريع. التدخل السريع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يجزي السيد هذا. المخلوع صالح يثبت يوما بعد آخر أنه لم يكن سوى زعيم عصابة استولى على موارد الدولة ومقدراتها، إلا أن سلاح الدولة المنهوب والذي سلمه لميليشيات الحوثي الانقلابية سيظل جرحا غائرا في ذاكرة اليمنيين ووجدانهم لحرب تمتد لعامين دمرت خلالها المدن وأزهقت أرواح آلاف اليمنيين وانتهكت حقوقهم. كان المخلوع صالح هو المجرم الأول والقاتل الأول في كل جريمة تحدث منذ الانقلاب وقبله. استعان الرجل بأعدائه السابقين وحلفائه ورجال من أعضاء حزبه المؤتمر وقيادات عسكرية سلمت زمام وحداتها لميليشيا لا تعرف غير القتل والنهب. ظل التعليم والاقتصاد والصحة والبنية التحتية في أسوأ المراتب بحسب التقارير ومؤشرات النزاهة، فيما ظل صالح طيلة سنوات حكمه يستولي على موارد الدولة ومقدراتها، وبالمقابل مارس كل الأدوار منها الخفية والمعلنة من أجل تدمير الدولة عقب إزاحته من كرسي الحكم في ثورة الشباب السلمية تحت منطقي أنا والطوفان من بعدي. الفيلم الذي تضمن مكالمات مسربة تكشف عن عقلية الرجل الذي كما قيل إنه لم يفكر يوما ما بعقلية رئيس دولة وإنما كان زعيم عصابة بامتياز وقاطع طريق، جاء ليؤكد أن ثلاثة عقود لم يكن همه فيها سوى نهب ثروات البلاد وتمكين أقاربه من مفاصل الدولة والقضاء على كل صوت يعارضه.